والله احنا من ضيعة اسمها خراب سلطان، وجينا لهون وقام مولاد ولا جوزي يلحوا علي على ابوهن، اشو انت بدك تموت ببلاد الغرب وانت صار عمرك 100 سنة، وجيب اولادك وتعال هين عيش. قامت قلت له يا رجال انا اروح وياك، مو ما اروح، بس بدك تامن معيشه لهالولاد. يقول انا منين بدي امن معيشه، انتم بدكم تشتغلون وتقدمون. قلت له يعني بيشغل بالضيعه؟ قال لا، بدكم تروحون تقطعون حطب. قلت له ولادي بحياتهم ما قطعوا حطب ولا يعرفون يقطعون حطب. ونقول عجب انت طالقه. قلت له طالقه انا من يوم خربت هالدنيا ما بشي بيني وبينك. وقفت على هالكلمه لنا الله، يا ولادي رادين تروحون يا ابوكم، الله معاكم، رادين تظلون وياي، انا ما اتخلى عنكم. قال لا، بدنا نضل معاك يا يوم، احنا ابوي ما يقدر يامن لنا معيشه ولا يقدر يدبر لنا شي طاول. قلت له ظلوا معانا، هل يصير علي يصير عليكم، وظلوا ولادي معايا ونشتغل، يصير لنا فعول نشتغل، يصير لنا غسيل قالونات نغسل، لمن ما بشي طاول نحوش سلاق ونبيع. او جينا لهون اريد بيت ما في. قاموا مذكرونا انه واحد اسمه ابو خالد الشيخ ديب عنده دكان، العرض مترين والطول مترين. رحنا عليه قلنا روحنا هيك قصتنا وما عندنا شيء يعني انه ناخذ بيت بالاجار، وانه يقول لي زي ساحكم ودبرين حاش، انا ما عندي مانع روحي اقعدي بي. جينا وما له ولا باب ولا شباك ولا شيء، حطينا للشباك احرام وحطينا للباب احرام للباب وقعدنا، او حاطين ميتنا في حمامنا في طبخنا في نومتنا في، واحنا 4 3 ولاد وانا 4. وهنا يعني لمن ما في شيء بنتي وابني يطلعون على حفارة، او لمن الدنيا مطر بروح على تحت المطر يعني وبنتي بنحوش سلاق ونبيع، او مدبرين امورنا يعني لون يصحنا الموت الموت اهون، او من يصير الليل ولا نقدر نسوي كاس شاي اذا اشتهينا، ولا نقدر ناكل اذا بدنا ناكل، لانه ما عندنا ولا طاقه ولا بطاريه ولا عندنا شيء طاول ولا عندنا مدخول خالص. بدنا نحط راس فنشتين، وناس تحط راسها من المغرب وناس من المشارج، ورجينا ندسون بعضنا او نتغطى بالحاف والحرام ونا. يعني على 3 اسفنجات احنا 4، ناس من جبله وناس ناس من المغرب وناس من المشارج، نتغطى ويا بعضنا وننام. يعني زي النهار اللي زمان رحنا حوشنا سلاق، يا ما دبرنا امورنا، يا ما حدا شحدنا حق الخبزات، ننام جوعانين انا وولادي ما عندنا شي طاول. يعني واتمنى انه ولادي انه يدرسوا ويتعلموا دراسه، انه يصير بيدهم مصلحه، يعني هذا انه يصير عنده نجار المنيو، ابني هذاك اي مصلحه، يعني المهم يعيشون من وراها مشان ما يظلون مش انشطين مثل اني ماني مش انشطه، ولا يظلون متعذبين مثل اني ماني متعذبه. هذا اتمناه من الدنيا كلها. انا اسمي حسين، انا الكبير باخوتي والكبير الله، وعايشين بهالغرفه، نطلع انا واختي واخوي نعفر زيتون، هاي العالم تضيع منا الزيتون من اللمون ونروح نبيع يعني الكيلو بليرتين. كنا نعفر حوالي 12 ليرة 13 ليرة، نروح نبيعهم ونعطيهم لأمي، وأمي تروح تشتري لنا غاز للبابور، تشتري لنا خبز وطبخة، ونبرك دوب نجي بعد المغرب وناخذ الصبح زوادتنا معنا، ونجي بعد المغرب دوب نشوف الأكل قدامنا وناكل. كل نهار كل واحد ما يعفر كيلتين، الكيلو بليرتين، يعني كل نهار اثنيناتهم ما يجيبوا 10 ليرات. شو أنا شو بدي يعني، إذا انضرب إذا حطيته برا وانضرب أسلاق بالسبرة ما طلع شيء طاول، ما طلع شيء. وإذا ما انضرب يعني أكثر شيء 15 ليرة، شو تسوي 15 ليرة؟ كيلو السكر حقه 5 ليرات، لتر المازوت حقه 5 ليرات، يعني ربط الخبز حقها 2.5 ليرة، يعني كل نهار بدنا 3 ربطات 4 ربطات ما تكفينا، نهار الخميس ودنا 6 ربطات،
منين بدي اجيب كل هذا المبلغ هذا؟ منين بدي اجيب؟ هذا الدكان لحاله وصار له مبلغ علي حوالي 70 ليره 80 ليره، ومحتاره منين بدي ادبرهن واعطيهن. يعني حاله الله لا يروي. ويعني اقول لهم روحوا من عند ابوكم، بتي ابوكم هناك اخوتكم. راح ابني علي الله يخليه، قام اخواته قلت له طردوا، قال روح لعند امك. ابن الخاله ما يحب، ابن الخاله ما يحبها. اراد رجع لين قال، قلت له ليش رجعت؟ قال يا يوم قتلوني ويريدوني اقطع حطب واني ما اعرف اقطع حطب. رجعت لعندي، قلت له رجعت لعندي اعيش ويا اخوتك مثل ما احنا عايشين ويدبرنا الله. واذا جه هالموت الموت احسن. والله اليوم بتنكها يا علقنا نار وفوتناها الصبح بين ما افطرنا، او بالليل عمال نتغطى بهالحاف وهالحرام تحتيت وعمال نغلس. والله اليوم ما اكل الليل واني باركه من البرد، يعني برد برد ما عندنا ولا صوبه ولا ادفئه ولا شيء ولا شيتين. لمينا من الصبح قلت له الولاد يروح نجيبهم حطب، قال احنا نقدر نجيب حطب تحت الارض بيضاء. قمت انا طلعت رحت قشقشت لهم شويه حطبات من بينها الزيتون، حطيت لهم اياهم بتنكه وكديت عليهم دمعه مازوت وعلقت لهم اياهم، قلت لهم اقعدوا مبرك وافطروا لحتى قدرنا نبرك ونفطر. بتمنى يعني انه يصير عندي بيت، انه يصير عندي صوبه، انه ما نحتاج لحدا. هاي منيتي بالدنيا، انه ولادي لو من يمشون قدام العالم ما يظلون خجلانين انه فقيرين، انه هذا، انه حياتنا تتحسن احسن من هيك. يعني انه اقل شيء انه بيت ننسى تربيه، انه طاقه طاقه قدامنا نشوف حالنا لما نطلع بالليل. هذا هاي منيتي انه ولادي يتعلموا من هالعالم ما تتعلموا وتدرسوا هذا، يعني يصير بيدهم مصلحه، يصير بيدهم شغله، مشان بالايام يعني صغير ما يضل صغير، بده يكبر وبده يصير يعني يتجوز ويصير عنده بيت ويصير عنده مسؤوليه. يعني اتمنى انه يعني كل واحد يصير عنده مصلحه مشان ما يظلون يعني انه خجلين من العالم انه احنا فقيرين وامي فقيره وهذا. يعني يصير يعني حياتهم حياه العالم، يعني مو يعني هالعالم اللي فوق، يعني هالعالم اللي تعرف انت. المهم انه يعني يدبرون امورهم، يدبرون معيشتهم، يعني مصلحه يصير بيدهم يدرسون. يعني اذا نزلوا عن مدينه يعرفوا وين رايحين وين جايين، اشو هاي القارمه مكتوب عليها، اشو هاي من الحزين نزلوا ما بيعرفوا شيء، وين رايحين وين جايين ما بيعرفوا. اذا شو اعمارهم هلا لو بدون تعليم قديش اعمارهم؟ هاي عمرها 12 سنه. اني كان جاني ولد اسمه علي بس توفى، ظلم يقولوا اليوم علي. جاني حسين، والله بنسى اساميهم انا، والله بنسى ما بحفظ لاني اميه. ايش قد عمرك لك؟ 14. 14 هذاك اصغر منه بسنه.